السلام عليكم خاوتي. دائما احنا في احنا رانا في 7 سيستر رود. 7 سيسترز رود هذا قريب الهولوواي. اليوم رانا مع اخونا يوسف. يوسف عنده محل هنا ومعروف، صورت معه من قبل. خويا يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام. راك تحفظني لو شبيك يا خو، كان الشتاء ولا تي؟ والله غير واحد السخانات الجراعيه. يا ودي اسكت، الغربه المشاكل. السلام عليكم. اصبع تعرف ديك الاخرى اللي خرجتها هرمنا. هرمنا هرمنا من الغربه. والله يا زي اخي شعرك لاباس عليه. قول شعرك لاباس. خلاص كبرنا على اخويا. التجاره ما كان والو. تحيه لالجيري. صافي صافي. هنا الازمه الاقتصاديه قاصده. الازمه الاقتصاديه ما نشوف. الله يبارك يا خويا. معمر الحال الغاشي في الدخل. معمر غاشي فارغ يا خويا. واش قلنا على التعيين تاع المدرب الجديد تاع الفريق الوطني؟ جابوا واحد. والله ما عندي ولا خبر، ما نكذبش على خويا. والله صح. والله ما سمعت من المدرب. شكون المدرب الجديد تاع بوسنيا؟ هذاك بوسنيا مازيلو زوفيتش ولا مش عارف اسمه. والله غير صح. والله كان يدرب باريس سان جيرمان من قبل. آه. ودرب هذاك اللي خسرنا معاه في كوت ديفوار، عطينا من زيرو. جابوا هذا. هذاك ايه ما شاء الله. ان شاء الله يرجع الفريق الوطني. ان شاء الله يرجع الفريق الوطني كامل ومتمم ان شاء الله، ويكون تنسيق وكذا. انا في راي المحلي المحليين مهمين ثاني تاع البلاد اللي يلعبوا. المحليين ثاني لاعبين بلاد. هذو اللي يلعبوا في الخارج صح، انا احترامي للاعبين تاع الخارج. ما يقوش عندنا لاعبين كبار بزاف. ومعنا الاخ ناصر. نخليكم اخ ناصر تكلموا مع الازمه الثانيه. خويا ناصر السلام عليكم. هضر على الغربه، على المشاكل تاع الاخر تاع يوسف. كان يهضر على السخانه والخدمه. البزنس ما كاش. الخدمه ما كاش، كاين الخدمه يا خويا. صافي قال لك كاين كلشي يا خويا. علاش نكيفو؟ الحمد لله. هو التجاره تاعو باللي التجاره ما اسمها خلاص. البزنس قصدو على التجاره ما كاش. انت بالك تشوف تونس. تونس تونس واش تشوف اصحاب تونس اللي يشوفوك؟ هاي واش تقول لاصحاب تونس اللي يشوفوك؟ ربي يسرهم. يسرهم زيد. ربي يسرهم يا اخي العزيز. شحال اللي بقول الله يكرم لك. توحش تونس؟ ها؟ توحش تونس؟ كان حبيت 14 سنه وعربت غربيه خويا. ايه. واش رايك في الغربه خويا تونسي؟ والله يعلم الله، يعلم الله. الغربه صعيبه بس. قول لي على صعيبه. عبر عبر عبر. لا اهلا بالحاج جمال. اهلا اهلا. كمل كمل. الغربه تونس قال لك. السلام عليكم. ايش رايك لاباس؟ تونس قال لك الغربه. قال لك هرمنا. قالها كلمه قالها هرمنا. ناصر ثاني هرمنا. نحب الجزائري بيش. اسكت اسكت. خرع. نهضروا على ليبيا. نهضروا على ليبيا. فرنسا 200 اورو تزايد. فرنسا 100 قرب مدينة اورو. 700 اورو 700 بوندا بزاف يا خويا. لا طياره اسمع. والله العظيم غير بزاف يا خويا. المهم كي نروح لفرنسا نشوف البي، كي نروح لفرنسا نشوف البي، يقول انت عندك جواز بريطاني، انت تخلص البري تاع بريطاني، انت ماكش فرنسي. اصحاب فرنسي يخلصوا لك البري، اصحاب الانجليزي يشفطوهم يخلصوا. المشكله وراها على من؟ المشكله منين جايه؟ المشكله جايه من السلطات العليا في الجزائر. تاع الجري. حنايا حنا كلنا كمهاجرين. لازمنا كل حاجه تطبيق السيم everything same price. علاش صحاب فرنسي يخلصوا تون بابا يسوي ولا فرنسي يخلصوا 380 يورو فور كار وان بيرسون وي باي 700 900 راس دبل ذا برايس. علاش علاش المشكله هذا؟ نورمالمون كان خلصوا كيف كيف. أكثر شيء بغيت نقول لك، وزيد التجارة ما كاش، دراهم ما كاش، خدمة ما كاش، عينا سي بون خلاص. يا خويا ربما بقى التجارة. وستراس معمر. ستراس معمر، قلب معمر، راس معمر، كلش. سا 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 سا. واش با وحبيبي سافا؟ شوفك شوفك. عمي صالح. والحل تاع عمي صالح جاب لي ربي الهربة للبلاد. لسقموكم الاحتياجات تاعكم. هبطوا البلاد لسقمو لك بلاصه ودالوك تاوي. ان شاء الله ان شاء الله عندنا. ماشي تروح زعما تلقى 20 سنه اللور كيف كيف. ان شاء الله راهي تروح تخرج لك سيدني صوص يهبلوك. راهي ان شاء الله. ماذا بنا ماذا بنا. اسمع خويا يوسف، وجابك هنا الانجليز؟ وجابك هنا الانجليز؟ قول لي سؤال كجزائري. زيد زيد قول لهنا. ايه فهمني. نحبو نكونو عايشين بيان. حنا اللي جانا كنا صغار نحبو نعيشو بيان، نحبو نزغدو، نبغو نبوجي ونبغو. عطاونا كلشي في هاد البلاد. صبنا والو. عطاونا كلشي. انا بصح السكنه عطاو كلش. لا لا هنا صبنا كلشي. هاو جا رومانيا. رومانيا هاو ريو اوكي. هاو جا رومانيا عايش. هاو لاباس ما شاء الله.
هابي دايز مان هابي دايز رومانيا جود بلاس كوين جود بلاس كوين واش خويا ناصر تفضل واش تقول لنا والله غير ماما يساعدونا يا اخويا الحكومه تاعنا هذو ما يجرو حاجه تعالي كم كم اللي بيادو ولا حطوا كل عام شوفوا ولدينا راه انا بلاش راه هذوك الحق البي واحد عنده ستاري لا اللي كاريته ولا كاريته ستاري عنده فاميليا عنده دراري ستا ولادو تحبط باش تحبط ونيجيريا خو والله راه فيري اكسبانسيف فيري فيري اكسبانسيف سمع واحد صورتو لازمة اقتصادية ما كاش دراهم مشكلة باي شي واحد بي تاع خمس دراري وسط مشكلة اخو صح والله غير مشكلة يا اخو دوك تاخذ لي بيدو كيما حنايا ستة ولا عندك واحد 3000 باوند تاع لي بيت 3000 سامثينغ بلاصي تحبط الجهاز تصرف تما ثم عندك واحد 17000 باش تحبط الجهاز تشوف والديك 17000 مليون دينار خو ما تبينا يساعدونا يديرونا كيما يديروا البلدان الاخرى كيما فرنسا هم يحطوا 200 يورو وقيلا ولا في الباب ويديرونا بابور هنايا كاش عاد صعب على بالي كاين بورسموث تشارلي وي دو تشارلي تشارلي يعطيك الصحه تحيه الجزائر بارك الله فيكم تشارلي واش اقدر مع الجزائريه واش اقدر الحمد لله واش اقدر الله اكبر الله اخطا اه يا دادا اوي تشارلي الحمد لله برادر اولويز ودا الجزائريين ها يو Are you Algerian too? You become Algerian. How about you have Greek? Hi Charlie. Yeah. What's happening with the business there? Alhamdulillah, alhamdulillah. Yeah. Yusuf learned me the Islam. Yeah, good, good, good. Masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. How did I teach you about Islam? How? Yeah. From your heart. Masha'Allah. Masha'Allah. How? From your heart. Say masha'Allah. Masha'Allah, alhamdulillah. Look after yourself, Charlie. Yeah? And you, brother. Amur. Take care. See Algeria, ya. I love you. Thank you very much. Take care, brother. Yeah. Yeah. واش بيبي اسمع تقدر ولا ما تقدرش حراش ادخل ادخل هنا واش قاعد يتوسط اروح اروح انت راك نسيت روحك نسيت روحك نسيت روحك في الغربه اسمع اصحابك يشوفوك واش تقول واش نقول لهم السلام عليكم هذه تبكي علي ما شفتوش ملي شفتو راهي طبلاتو سي بون خلاص انا مدبيه تقعدوا في البلاد راكم مزيان ورانا جايين قاعيتك اصوكا اصوكا يا مبروكه انت تاع واش راك تخفي روح قولي اروح اروح تبعوش يوسف يوسف هو قديم هنايا عنده قريب 23 سنه ولا 25 سنه خلاص والف شغل بلاد انجلش 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 ان شاء الله تهلا في راحك تهلا تهلا في راحك اسمع انت وراك رايح وراك رايح وراك رايح كمل هضر هضر واش قاعد توسيد كمل تهضر احكي لنا احكي لنا جرار سال على ولاد بن جرار كاع هم عندهم شحال سنه ما شافوكش 10 23 سنه اسلم على الناس يا فوق صحابك من سوا من الساح من الساح هذا قديم هذا انا عارف انا عارفه صالح نزوز يا اصلا هذا صح كمل هذا الكلام شوف صحابك هم كبرت هنا ما تبغيش تعرف الغربه هذه كيف هذا كلام وسلم الناس يعرفوك صحابك ولا حومتك نسال عليهم كاع ولاد حومه اللي تفكروك اللي يعرفوك اللي يعرفوني هذه الشيور كاع او واش نقول لك باليش والله ما على بالي ماكش حاب تهبط البلاد اخويا كمال لا والله في البلاد ما هبط البلاد ان شاء الله ان شاء الله والله باذن الله بلدي بلدي الناس اللي يشوفوك سلم عليهم احسن الله يسلمك سال عليهم كاع صح اخويا صح هذه طاجين دور هاي قهوه هنا يا طاجين دور اخونا يوسف الهيه هاي معروفه يعرفونا يعرفوا بلا بلا اكشف سيفن سيستر روت وتشارلي عنده الحانوت الهيه هذا هو خوتي والسلام عليكم سلم عليكم كاع والسلام عليكم